نصايحنا النهارده. اول حاجه، ده نداء لكل العاملين في المجال الطبي او المسؤولين بالذات عن تركيب الحقن الغاليه اللي بياخدها المرضى بتوع السرطان، زي الحقن اللي هي الكيماوي او الحقن القلبي، ومن مثلا اللي هي بتؤخذ لمرضى الكبد. في حقن بتبقى غاليه قوي، يعني في حقن بتوصل ثمنها 5000 و10000 جنيه. عاده بتبقى حقنه محلول وريدي، بتتعلق زي المحاليل الوريديه كده، زي الجلوكوز والحاجات دي. الحقن الغاليه دي بيعاد تدويرها كغش تجاري، وبتعرض حياه مرضى كتير جدا 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 للخطر، خطر الموت. لان بتبقى مضروبه، فالمضروب منها طبعا المريض ما بياخدش جرعته، فممكن يحصل تدهور في حالته. الحقن دي بتتضرب ازاي؟ او بيحصل غش تجاري فيها ازاي؟ في تجار الموت بيعملوا ايه؟ بياخدوا الفرغه بتاعتها ويعبوها تاني محلول ملح او محلول رنجر، حاجه ببلاش كده يعني، وتحت السلم، ويعملوا تغليف ليها تاني وتتباع باسعار خرافيه. حل الموضوع ده ممكن نقضي عليه من المنبع. الناس دي لو ما لقتش الفوارغ مش هتعرف تضرب. مش هتعرف تضرب الحقن دي وتعملها تاني او تدير تعمل اعاده تدوير ليها. فببساطه اي حد في التمريض او اي طبيب يدي الحقنه دي، بعد ما بيديها يتخلص منها، سواء كسرها بقى، يحصل فيها اي ضرر بحيث ان هو يضمن ان ما يعادش تدويرها. غير كده كمان ان برضو المفروض الشركات تعمل اي حاجه بحيث ان تخلي الصيدلي يبعد ان هو يجيبها من السوق السوداء. الحقن دي تخيلوا ان خصمها او ربح الصيدلي فيها ممكن ما فيش ربح خالص، نت يعني، بيجيبها بثمنها ويبيعها للمريض، او احيانا بيبقى خصمها 1% 0.5%، حاجات عبيطه جدا. يعني الصيدلي ما ليهوش اي مكسب فيها، فاحيانا بيضطر يجيبها من المخازن او مش من الشركه الام. فعادة لما بيجيبها من بره إطار الشركة المنتجة عادة بتبقى مضروبة، وعادة بيكون بس بيلاقي هامش ربحها كتير كبير اللي هي المضروبة دي. هو متخيل إن هي مش مضروبة. فالصح إن الشركات اللي هي بتستوردها يعملوا أي حاجة بحيث إنه يخلوا الصيدلي يجيب من الشركة الأم، ما يجيبش من خارج إطار الشركة، بحيث إنه نضمن إن الحقن دي توصل للمريض سليمة مش مضروبة مش شمال يعني. طب هي سعرها بتروح ما بين كام وكام؟ في أنواع بتوصل ل 10000 جنيه الحقنة، في حقن بتوصل ل 50000 جنيه الحقنة، في أنواع غالية جدا. الحقن دي كلها الفوارغ بتاعتها بتبقى مطمع للناس اللي بيغشوا الحقن تجاريا، ان هم يروحوا يعبوها اي حاجه ويبيعوها في منبير السلم ومضروبه. واحيانا بتلاقي مثلا حقنه ب 10000، في صيادله يلاقوه مثلا مكسبهم فيها 2000 جنيه 3000 جنيه، لا بنجيبها من السوق السوداء. انت واخد بالك؟ فكل ده بيبقى عاده مضروب، انما الاصليه اللي ما فيش فيها لعب عادة مكسبها ممكن تلاقي الحقنة ب 10000 جنيه، مكسب الصيدلي فيها ما يكملش 100 جنيه 200 جنيه، بس دي الأصلية. تمام. فلازم الشركات المستوردة للحقن دي تعمل أي حاجة بحيث إنها تضمن إن الصيدلي يجيبها من الشركة دايركت. تاني حاجة، لازم اللي يدي الحقنة دي يتخلص من الفرغة، يتخلص منها بحيث يتأكد إن ما يعادش تدويرها تاني. لأن طبعًا حاجة في منتهى الخطورة للمريض.